المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. الله يبيض وجهكم جميعا. وجهك أبيض طال عمرك. بلال وين؟ أنا ودي ببلال، ودي بالشيخ أبو شريان. طال أبو شريان ودي بمناظرة ثانية. أنا فهد عمرك. إيه عجبني عجبني الموضوع يا فهد. موضوع إيش أخو؟ المناظرة مع بلال. إيه أيه يا طول عمرك الرجل غلبوني وأنا في محل كلامي في محل. وأنت باقي في خاطرك شيء؟ والله في خاطري. حاط اللي في خاطري. يا طول عمرك الحب ما هو بيقسم على شخص واحد. يمكن شخص واحد احبه ترى طال عمركم حط لي لقب وابغطي عقبه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كل مساله قالوا مع من؟ قالوا مع ابو بكر وعمر اثنين. اي والله كلام يا ليتك عندي اول الليل لا تكفى. الزوجات ما قال. طيب مش خلنا نشوف الحين المناظر. هنا مجموعه نعم وهنا مجموعه صحيح. انا نظرت وقالوا شباب تعالوا كذا خلوني اشوفكم. الله يبيض وجهكم ما مليت من وجهكم. ما تبغى تراكين؟ لا لا تعز لب والله قلوبكم. فانت يا فهد تقول ان الحب اكثر من شخص عادي. الحب اكثر من شخص. طعمك انا بحب مثلا طعمك خليني اقيسها طال عمرك على خليني ابعد من الزواج وبابه. ابى اقيسها طعمك على رجال طال عمرك غمرني بمعاريف وعلوم طيبه. وحبيت هذا الرجال علومه طيبه تجبرك الرجال انك تقدر الرجال ذا. ايوه وعرفت لك الاحترام غامت ثاني طال عمرك ومثل. ايه يعني الرجال ظلام مو بجايين غاليين عندك؟ لا بس نعم. هم بيقولون هم منطلق السؤال وش هو؟ ايه عطنا منطلق السؤال. المحب ما يجي على واحد. طيب انا اقول انه اثنين واكثر من اثنين ولا لا ولا اللي هو اللي هو ليش مستحيل؟ قول لا اله الا الله يا شم يا شم قول لا اله. تقصد يا ابن شريان؟ طيب عليكم السلام. سلام ورحمه الله. فيك نص فيك نص جاتني مره كبيره مدام طول. ايش فيك تغير موضوعك وتغير صوتك؟ انت اي حب تقصد يا الرجال يحاجني بالدين وقال يا سلام على كل حال. انت اي حب تقصد يا ابن شريان؟ حب الخوي هي حب العلوم الطيبه اللي جاتك من الربيع نعم ما عارف اللي جرب بعض. هي السؤال طال عمرك انت والله رجال كفو ما عليك جود ولا من السؤال ومن درجه ينطلق تحت الهواء والمحبه والعشق ما ما مقصده خو حب الخوي. انت تبون ردكم على الرومانسي رديتكم على تبون هذا انا احسك انسان رومانسي جدا. ابو شريب ابو شريان ابو شريان والله مو ظني حولك رومانسي. انا لا تراني احب سنيكتم واحد بيدري بخاطر قلبك خضر لا سمعتنا خاطي شلتنا غزليته ولا شيء ما الى نهايه مبسي الله اي ما خذ ولفت. طيب ايه اللي في قلبك كم؟ اللي في قلبي كم؟ انا مع البت حبت انا لذ الحين تقول اذا سمعت الشيء انزل دمعك. كم اللي في قلبك؟ او ايش اسمها لا اله الا الله اطف اللي يحبون بس جا واشتح عليهم احزن عليهم يشتح على اللي يحبون قصدي فهمت حالهم. طيب لا هم يقولون ترى يقولون ال ال كلهم زاد الوزن يحبون يزيد الخلق احمد وراسه لبيك. طيب لبيك وش معك فيها وش اللي احنا السمان ترى سبحان الله قلوبهم خضر سمان سمان يقصد سمان الهرج سمان الهرج يقصد خلنا في كلامنا طال عمرك احنا نقول الحب قلوبنا خضر على الكبسات والامور الزينه اي تفهم الاصول قول ابو شريان انا اقول طال عمرك انك الحب ما هو على شيء واحد. طيب بلال بيقوم ترى مع بيحذف كشيين ولا لا لا بطوع ما هو ان شاء الله حذف الكلمه صحيح والحب اي والله انا كلامك طيب وعلمك طيب كلها ولا فضلك على من يسمعني ذا الحين هنا والله خلنا شوف وجهه الله يحييكم شباب جميعا. انا بس الموضوع اللي جذبني بس وانا تابع في الاداره وقلت ابن شريان بيجي ما شاء الله وبي يعني يقفل الموضوع هو اعترف على طول اعترف يا من تهلق يا فاز علي اعترف قال ترى صحيح تجي كذا وتجي كذا طيب اي كمل الدليلين طيب املك الدليل ان اردت انا ترى داخل للمسرح ما ابو معيان على اني ضدك على مع. لا على اني مع اي يوم قال فهد غير قلت ابشر قمت سلام ورحمه قالوا نبي واحد ضد ايه قلت تراني اجيد الضد واجيد المع يعني معناته اني انا صحيح اننا في المناظره اللي يبيها ابو معيان اول ما جيت انت كان بتقول كلام نعم لا لا اقوى يوم حدو كره يجي جد اقوى اقوى بعد صح ولا اقوى اي نعم ها طيب هذه طيب طيب تبي الصدق سم. الان هنا حق واجب نعم على على على, على 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 الجهيباني رجال اعترف ليش لان المقدم الفقره صح قال خليك معي وكان معك ولا هو نازل وهو معك انا لا لا سالم انا تراني طلعت مشيت طيب نادانا ابو معيان حلو عندك الضد قلت موجود عندي الضد قال اجلس وانت ورايك رايك الشخصي انا املك الرايين الاصل طيب انت كلها صحيحه ولكن الاصح في نظر بلال ضد ضد الموضوع اي نعم وش عطنا الدلائل اللي نزلتها على اخونا نعم الدلائل ايش انت تقول عندي دليل انا ما اتكلم الا بدليل نزلتها كلها انا كنت ضد عاد بالدليلك الحين والدليل اللي حجيت فيه كنت فيها ضد هو كان مع سم كنت ضد هو كان مع طيب هل انت عندك دليل الحين انت عندك دليل في الموضوع انك ضد بنيت على ادله ولا خلاص بنيتها وتكلمنا فيها انا متفق معك تكلمنا لكن هل الان تقدر انك تعرض الان مره ثانيه ايه؟
يمكن ابن رشيد عنده شيء ثاني. ابو شريان طبعا. ابو شريان مسكه ابن رشيد. يا رجال الدعوه سهله. ابو رشيد ابو شريان الله يستر ويزين. استم. طيب الله يبيض وجهكم يا شباب جميعا. والله انها مناظره جدا طيبه. يعني في نهايه المناظره كان هناك زي ما قلت الكلام الطيب والخوه وهذا والله الصحيح في المناظرات. الصدق انا ودي تعبوا انتم معكم يومين وهذه اخر ساعات من غير شر ان شاء الله رضاكم في البرنامج، بس انا ودي ان يعني كل شخص لابد ان عنده شيء. صحيح. المنشد عنده انشاد، والشاعر عنده شعر، الممثل وصاحب الرياليتي ربما انها تجيك سليقه، ولكن يا ذا العشاء اللي جاب لنا ابو بالامور طيبه. طيب الله يبيض وجهك. صاحب الرياليتي، صاحب الضحك والوناسه ربما